يا قدس للنصر لا تضجري، إلى نصرة المؤمن الصابر، إلى العزم في صوته القاهر، إلى وثبة العتيب الجسير. السلام عليكم مشاهدين الكرام في أرجاء الأمة جمعاء، في يوم التضامن مع القدس، هذا التضامن الإعلامي المشرف، نتقدم من منبر قناة الاستقامة الفضائية، قناة الوسطية والاعتدال الساعية للم شمل الأمة، متحدثين عن لسان حالنا، وفي الحقيقة هذا هو لسان حال كل عماني، لنرفض وبأشد العبارات محاولة نزع الهوية الحقيقية عن القدس العربية. القدس كانت وما زالت وستظل، شاء من شاء وأبى من أبى، عاصمة فلسطين الأبدية. القدس لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي مسرى نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. القدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ولن يتنازل عربي شريف عنها. مشاهدين الكرام، في قادم الفقرات بإذن الله تعالى سنسلط الضوء على شيء من التفاعل العماني نصرة للقدس عاصمة فلسطين الأبدية. قضية فلسطين قضيتكم الأولى، اجعلوها حاضرة وبقوة، تعاونوا تكاتفوا عودوا إلى الله عز وجل عونا حميدا لتكونوا أهلا للعون الإلهي، ولتكونوا أهلا للنصر المؤزر بإذن الله تبارك وتعالى. لا فلسطين بدون القدس، ولا القدس بدون الأقصى، لا الأقصى بدون القدس، ولا القدس بدون فلسطين. ثلاثية متلازمة، متداخلة، مترابطة، متعاضدة، متماسكة. كل من احتل القدس رحل، لأن الشيء يبقى لأصحابه. تعبيرا عن الغضب العماني العارم، وتماشيا مع الهبة الجماهيرية العربية على الإعلام الجديد تحت وسم القدس عاصمة فلسطين الأبدية، تحدث العمانيون عن آرائهم ومشاعرهم على مختلف المنصات الإعلامية. دعونا نسلط الضوء على تويتر. الدكتور سيف الهادي غرد قائلا: بعد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، هل سيمضي قرار القدس حثيثا إلى التنفيذ؟ لقد كان اقتراح نقل السفارات الإسلامية إلى القدس الشرقية قريبا من قول موسى عليه السلام: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فهل تعي أمتنا أن في التاريخ دروسا لمن شاء منهم أن يستقيم؟ سعيد بن سالم الكلباني علق على هذه التغريدة قائلا: شيخنا الدكتور سيف، حسب ظني لا يملك الرئيس الأمريكي إلغاء القرار، لأنه قرار تنفيذي لقانون صادر من الكونغرس. العرب لا يملكون شيئا إلا فرض الأمر الواقع إن استطاعوا. أما الإعلامي العماني خالد زرجالي فغرد قائلا: لكن لا يا زهرة المدائن، القدس عاصمة فلسطين الأبدية، القدس عربية، القدس خط أحمر، القدس قضيتنا الأولى. وكذلك صالح الشنفري غرد في الوسم المشهور: القدس عاصمة فلسطين الأبدية، قائلا: عيناك ترعبهم بل الهمسات منك تشل جنونهم، ورأسك المرفوع نحو المجد يرنو للحياة، والشامتون سرى بهم ذل الشياه، فامنح حياتك للإله، بل علم الأكوان بماذا اليوم تزدان الجباه. الشاعر العماني المعروف عبد الله العريمي غرد كذلك قائلا: من يقنع الأطفال أن لا يقرأوا أخبارنا ولا يقتفوا آثارنا؟ من سيملك الجرأة والقدرة كي يشرح لهم غدا أن عروبة اليوم خضار سريع الفساد؟ السيف النقاد قال: ليست القدس للفلسطينيين وحدهم وإن كانوا أولى الناس بها، وليست للعرب وحدهم وإن كانوا أحق الأمة بالدفاع عنها، وإنما هي لكل مسلم في مشرق الأرض أو مغربها، في شمالها أو جنوبها،
حاكما كان أو محكوما، غنيا أو فقيرا، رجلا أو امرأة. حكمة: تستمر الحياة. القدس عاصمة الأمة الإسلامية. الإعلامية العمانية جيهان لمكي كذلك غردت، وهذه التغريدة طبعا جاءت في سياق الاجتماع الطارئ الذي أقيم لوزراء الخارجية العرب، وكان يوسف بن علوي الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية تحدث في هذه القمة، وكان حديثه صريحا، وانتشرت الكثير من التغريدات على تويتر تحمل وسم يوسف بن علوي. والآن سنتعرض لبعض التغريدات، نبدأها بجيهان اللمكي الإعلامية العمانية. قالت: يوسف بن علوي رجل عاصر واقع القضية الفلسطينية بكل حذافيرها. عمان بلد يتألم لما يعانيه الشعب الفلسطيني، ولمن لا يعلم السلطنة قامت بأدوار جوهرية في حل القضية الفلسطينية على الصعيد الفلسطيني الفلسطيني والصعيد العالمي أيضا، بعيدا عن الاستعراض السياسة العمانية القدس. المغرد يوسف المغيري قال: يوسف بن علوي يثبت مرة أخرى أنه رقم صعب في معادلات السياسة في الشرق الأوسط. اقتراح قدمه صريح ومباشر للعرب بأن يفتتحوا سفاراتهم لدى السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية كرد فعل على قرار ترامب. بن علوي وصل إلى حد الضجر من الخطابات التي تنتهي بنقطة آخر السطر. أحمد الرحبي غرد قائلا ناقلا بعض العبارات التي قالها يوسف بن علوي في القمة لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية. يوسف بن علوي: موضوع القدس لا يعالج بكثرة الكلام، نحن أهل حق والحق لا ينكره أحد، يجب أن نتصالح مع أنفسنا ونتخذ قرارات تسعد أشقاءنا المتظاهرين في فلسطين، ويجب علينا أن نتلمس طريقنا في هذا العالم المضطرب. القدس ستبقى عربية، القدس عاصمة فلسطين الأبدية. علي المهري غرد قائلا: شكرا لك معالي الوزير يوسف بن علوي، كنت صريحا وواضحا وعميدا للدبلوماسية الراقية، القول والخطب لا تكفي، لابد من مواجهة ذكية وقانونية وعملية لدعم القضية الفلسطينية والمصالحة العربية. نعم، لماذا لا تنقل السفارات المعتمدة لدى السلطة إلى القدس الشرقية؟ هذا مطلب مهم للغاية. وبهذه التغريدة نختتم. محمد العيسري قال: الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا، لن تهزمنا لن تهزمنا، القدس عاصمة فلسطين الأبدية. مشاهدين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة قناة الاستقامة الفضائية التي شاركنا بها في هذه الهبة الجماهيرية العربية الإعلامية نصرة للقدس، وسنبقى دائما نقول: القدس عاصمة فلسطين الأبدية.